تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولنا تهد الطريق ودروني لا صديقون رفيق ضيعوني ولنا تهد الطريق ودروني لا صديقون رفيق ودروني اسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور حنان لا تكبري الموضوع. نبيلة ما وجهت لك أي اتهام في اختفاء أولادها أمجد وفهد. وبعدين حتى لو يكون في اتهام فأنا بكون المسؤولة. الغلطة غلطتي. أرجوش أرجوش تكبري عقلك شوي. يعني ما شفتي نظرتها لي ولا حابة تنكري هذا الشيء بعد؟ وبعدين ليش صارت دافع عنها؟ أنا ما دافع عنها. أنا حاول أوجد لها مبررات. نبيلة إحنا لازم نعذرها. أنا عارف إنك زعلانة يا حنان، بس تذكرك إن إحنا جالسين في بيتك واللي يصير لنا كلنا ما بإرادتنا، وحتى الكلام اللي تقوله نبيلة لا بعقلها ولا بإرادتها. أنت أكثر واحدة تعرفي نبيلة، عمرها ما كانت كذا، بس كون إن فقدنا زينب
مخلينا كلنا ما طبيعيين. يا حنان النظر بعينين غير عن النظر بعين واحدة. وزينب هي عيننا الثانية اللي نشوف بها. الثانية. فكيف نقدر نشوف زين وعيننا الثانية مفقودة؟ مهما قالت نبيلة أرجوك لا تأخذ على خاطرك منها. أنا بترخصكم. هدي حنان. ما اعتقد انه طفله في عمر 4 سنوات تقطع هذه المسافه اللي مشيناها. عندك حق، ما اعتقد طفله رايحه توصل لهني. اكيد غيرت اتجاهها او كانت مختبئه في احد الاماكن اللي احنا ما خلينا بالنا عليها. صحيح سيدي، عشان كذا انا اعتقد انه البحث القوي بيكون اسرع في ان نحصلها. اذا لازم نتواصل مع العمليات ونطلب البحث والمسانده في الاماكن اللي احنا ما قدرنا. معنى ذلك نرجع المركز سيدي؟ اكيد، بلغ مجموعه الشرطه. لا وهي راجعه. لكن حرك يا شباب. هذه هي الأرض مثل ما تشوف، فاضية ما فيها شيء أبدا، وأنت وحدك تقدر تزرعها. رمان، خوخ، جوز، لوز، حتى زيتون. هايش قلت، الأرض مناسبة ولا لا؟ مناسبة يا خالي، مناسبة كثير لمشروع الفندق، وأنا مستعد أدفع فلوسها من الحين، بس تسجل باسمك لغاية ما أحمد يروح مسقط. اسمي وراء أحمد. أفكار كثيرة يا خالي، كثيرة. وإيش هي هاي الأفكار؟ بعدين تعرف، بعدين. خلينا نروح الحين، بوصلك وبرجع الشركة. زين. أقول لك إني في الشارع الحين، أنت ليش خايف كذا؟ والله إني في الطريق، كلها دقائق وبكون عندك. حاضر، تعال.
تأمرني بشيء ثاني؟ الله يسلمك. يلا مع السلامة. يا ترى هذه وين رايحة؟ ولا من وين تجي؟ أنا لازم أعرف وين تروحي ومن وين تجي يا أمل. هذا ما بيخليني، أكيد بيجي وراي. ايش في؟ وين رايحة؟ شايف من حقك تسألني هذا السؤال؟ مثل ما شفت من حقك انك تطاردني كل هذه المطاردة؟ من حقي، من حقي اعرف عنك كل شيء، لانك في المستقبل بتكوني زوجتي، وهذا الشيء لا تنسيه. يعني رجعت تطلب مني هذا الطلب مرة ثانية؟ وين راحت توسلاتك اني ما خبر اخوي احمد؟ لسانك بعدها رطب من ذيك التوسلات، إذني بعدها تردد صدى توسلاتك. إيش اللي غيرك يا عيسى؟ نفس اللي غيرك أنت ونبيلة وحنان وأحمد. إذن على ما يبدو لي أن خالك ناصر بعد تغير، ولا ما المفروض يكون معك في هذا الوقت؟ يا خوفي أن اللي يدور في بالي يطلع صح. ساعتها ما بسامحك ولا بسامح. ايش يعني؟ ايش يعني؟ هذه خليها علي انا. اتفضل معنا تشرب لك فنجان قهوه، تراني ممكن استضيفك. بس بعدك بتطيح في يدي يا امل، وساعتها بنشوف من يتوسل للثاني. تفضل. أنا اللي عندي قلت لك يا حنان، الظرف اللي احنا فيه ما سهل، وغياب زينب أكبر من كل شيء. أحمد، أنا ما زعلانة منك أنت يا أحمد، أنت أبوي وأنت أخوي، بس كلام زوجتك نبيلة كلامها جارح ومؤلم، واتهاماتها لي أقوى من ما تتصور. يا أحمد، أنا كثير محتاجت لك يا أحمد، كثير محتاجت لك. أنا محتاج لكم كلكم، محتاج لكم كلكم. صباح الخير. صباح النور. الأستاذ عيسى وصل؟ لحد الحين بعد ما وصل.
خير يا عوض؟ مالك؟ ومن وين يجي الخير؟ من وين يجي الخير واحنا في الشهر الثاني ما مستلمين رواتب؟ من وين يجي الخير؟ اصبر شويه يا عوض، اصبر. اصبر؟ اصبر لمتى؟ احنا في الشهر الثاني الحين، اصبر لمتى؟ انت ممكن تشتغل ببلاش؟ هي ممكن تشتغل ببلاش؟ يا ناس انتوا احنا عندنا عوائل، انتوا ما تحسوا فينا؟ اذا كنا مقصرين في عملنا خبرونا. الشركه ما تظلم حد، وكل واحد فينا راح ياخذ حقه. لو سمحتي لا تدخلي، واحسن تسدي. لا تتكلم مع ساره بهذا الاسلوب، وبعدين هي ما غلطت. صحيح، متى تريد تعطون حقنا؟ ابى اعرف متى بتعطونا حقنا؟ لما اموت؟ يا اخي صاحب الشركه يوم ما قادر يعطي الناس حقوقها، ليش تسوي شركات؟ ما له داعي هذا الكلام يا عوض، ما له داعي. صحيح، ما له داعي، خذ. ايش هذا؟ هذا استقالتي، وحقي باخذه من عيونكم. ايش هذا اللي زعلنا صاير؟ وعوض ايش فيه؟ ما في شيء يا استاذ، بس عوض يريد يقدم استقالته. تعال معي المكتب. ان شاء الله استاذ. وعوض ليش يريد يقدم استقالته؟ لانه صار له شهرين ما استلم راتبه. وانا من وين اجيب فلوس وسوق نايم؟ بعدين فلوسي كلها بمشاريع المرحله الاولى، هذا غير المشاريع الثانيه. بس الناس واحنا مالنا ذب يا استاذ. يعني انت معهم يا شيخان؟ انا مع الحق يا استاذ عيسى، لاني مثلهم صار لي شهرين ما استلمت راتبي. اليوم عوض قدم استقالته، وبكره غيره بيقدم استقالته، وهذا ما من صالح الشركه ولا من صالح سمعتها في السوق. صحيح يا شيخان، صحيح. زين اعطوني مهله كم يوم وانا ادبر لكم رواتبكم. اتصل في عوض خليه يرجع. حاضر يا استاذ عيسى. شيخان. نعم استاذ. اليوم توصل شحنه السيراميك من مسقط، ارسل السواق علشان يجيبوها من مسقط. ان شاء الله استاذ عيسى. تأمر بشيء ثاني؟ أحسنت. السلام عليكم. كيف؟ لا 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 تخاف، الأمانة في الحفظ والصون. إيه نعم، ما يهمك، الأمانة في أمان. طيب يا الله أمان الله. أنا متأكدة إنه بنتي عندهم.
بعدهم سيموتون. أنا متأكدة متأكدة إنه بنتي عندهم. والحين ايش قلتي يا حنان؟ نحن لازم نتكاتف ونكون كلنا بايد وحدة، لكن لو ظلت زوجتك نبيلة تتهمني باني انا مختطفة زينب فسامحني يا اخوي، افضل لي اكون في البيت وما اطلع. كلم نبيلة وبعد شوي بنطلع انا وانت وهي وندور على زينب. الله يحفظك يا زينب، الله يحفظك. هبا وين رايحين؟ رايح ندور على زينب وماما. تعالوا داخل تعالوا. خير، ايش صاير يا احمد؟ نبيله خبطت السياره وشكلها راح تدور على زينب وحدها. ايش؟ تعالوا داخل. تفضلي يا سارة. أنا حبيت أشكرك لأنك دافعت عني لما تطاول علي عوض بالكلام. أي واحد في مكاني كان بيتصرف نفس التصرف، فلا تحطي في بالك. أنا افتكرت أنك تصرفت معي هالتصرف بدافع ثاني غير اللي جالس تقوله الحين. دافع ثاني؟ ها، قصدك دافع الأخوة والزمالة. على العموم أنا حبيت أشكرك وبس. حاول بعدك يا محمد. حاولت كذا مرة، لا أحمد ولا أمل يردوا، ما أعرف وش صار عندهم. أكيد مشغولين بغياب زينب، اعذرهم يا محمد اعذرهم. أنا اللي ما قادر أستوعبه إنه زينب كيف تغيب، في أحد غيب ولده عنه؟ كل شيء مقدر، بس على الأقل طمنوني.
هم حتى على اتصالات ما يردوا. منيرة، احنا لازم نروح الجبل الاخضر اليوم، ما نأجل سيرتنا لبكرة. ايوه يا شيخان، ارسل حد من السواقين يروح مركز شرطة الجبل الاخضر، بتحصلوا سيارتي واقفة هناك، خلهم يجيبوها البيت. لا خير، المفتاح موجود في الاحوال مع الشباب هناك. احسنت. قول حنان، ايش عندك؟ انا اريد اسالك عن علاقتك بزوجتك نبيله. ايش يعني ما في مشاكل بينكم ولا انكم عايشين حياه سعيده؟ حنان لا تتم تلفي وتدوري، قول اللي عندك. يا احمد، انا اريد اقول. تكلم، ايش تبي تقولي؟ ما في شيء يا أخوي. حنان فتح الباب، ما يصير تخليني واقف كذاك عند الباب. فهم الموضوع اللي عندي وخليني افهم الموضوع اللي عندك، بس فتح الباب. بس خلاص اهدي، انا بروح انتظر السائق، اذا حبيتي تتكلمي انا موجود. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. تكتم في دلي صرخة ألم يا
لنا نور الفجر، لنا نور.